الخير وامتنان لكل الصحفيات والصحفيين بمكناس وبالجهة خاصة وعلى المستوى الوطني. فاستفدت كثيرا واعتبر نفسي متعاون مع منبر إعلامي إلكتروني وورقي مغرب المواطنة، وهذه هنا كانت بالنسبة لي نشاط موازاة مع مهنتي كأستاذ بقطاع التربية والتعليم. استفدت من سيدي يوسف السحي منذ 1980 قبل أن يكون مديرا للمصر لقلم الناس، وكذلك زياد سيس الأخبار، وكنت منصتا بالمعرض الجهوي منذ سنوات حين كان الصحفيين يقومون بتغطية إعلامية لأنشطة اقتصادية في الجهة جهة مكناس تفيلت آنذاك. ونحن لباب عماير قبل أن يكون مديرا للمصر لقلم الناس وهو يجب على ذلك. و للصحافة ونيابة كما قبل أن أخوض نعم في الموضوع، نيابة عن مدير الحاج خالد الرحمي الذي يحضر الآن في ختام كأس العالم للأندية، كلفني أن أحضر هذا اللقاء. فتحية لي الرئيس المكتب التنفيذي سيدي سلامي مصطفى، وكذلك كل المؤطرين وكل المتدخلين الساده المتدخلين عموما، وخاصه سيدي باري كباب الامين العام الذي نورني وجعلني اطلع كما اطلعت عن ما احتضنته وما احتضنه مجلس النواب يوم الاربعاء 21 جنبير، كان لقاء دراسيا آنذاك حول هذا الموضوع، وكل السادة الإعلاميين وتواقون لتغيير ومراجعة قوانين الصحافة وضربين بالمكتب الإداري لمغرب المواطنة واجب ما ينبغي مواكبته كما قال سيدي يوسف السحي، الصحفي ينبغي أن يكون مثقفان ملمان مواكبان لكل الأحداث محليا وطنيا جهويا. وكما قال الدكتور توفيق جنى مدير المنبر، علينا أن نخرج بمقترحات خلال هذا الجمع العام المبارك. أقترح هناك وضع عام هش للمقاولات الصحفية، ينبغي اعتماد الصرامة في احترام الشروط القانونية، وكما جاء على لسان سيدي يوسف السحي مقترح احترام المنهجية الديمقراطية الذي ينادي بها منذ أن اعتلى رئاسة جهوية، فهو يعتزم تنظيم منتدى للتنمية إضافة إلى تأهيل المقاولة وكذلك مراجعة قوانين الصحافة ومدونة الصحافة وفتح حوار مع مهنيين والشركاء في قطاع الصحافة. وأتساءل، وهذا سؤال موجه للأمين العام للنقابة المستقلة، هل تشكيل المجلس الوطني للصحافة سينبني
على قاعدة توافق بين الهيئات الأكثر تمثيلية للمهنيين في انتداب الأعضاء وليس لانتخاب. أعتذر عن الإطالة وأبلغكم مرة أخرى تحية المديري. شكرا ورئيس التحرير الرئيسي السد من الكثير سيدي العالم وجه أكرم. شكرا باقي جزء المستخدمين.